عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم سعديه شانيل، ومرحبا بكم. هذا الفيديو نصوروا لكم اليوم باش تعرفوا الروتين كيفاش تيدوز. كاين كل نهار كل السبت لحد الانسان كيفاش تيدوزو، مره ندوزو برا مره ندوزو في تمره. اليوم خرجت لكم واحد الفيديو زوين 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 زوين، وتنحييكم الصغير والكبير، وتنحمق عليكم المتبعين العزاز ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن، ولا هلا خطيكم علينا من طنجة القويرة القويرة لطنجة. شكرا لكم بزاف بزاف، تحياتي الجزائريين كاملين، خوا خوا ما بيناتناش العداوة والدول العربية، شكرا لكم بزاف. وغنعطي احلى ديديكاس للناس الجاليات اللي تلاقيتكم البارح وتتشكروني، تانا تنموت عليكم وتتقول لي سعدية العزيزة، تانا تنحييك وشكرا لكم بزاف. والشرف ليا باش نتلاقى الناس ديالي المتبعين الناس ديالنا ولا هلي خطيكم علينا، شكرا لكم بزاف. وخا الحمد لله احنا ما تنعرفوكمش وانتم تتعرفونا، يعني تتشوفونا هي في اليوتيوب وفاش تتلاقاونا تتقولوا كي دايري، لهلي خطيكم علينا والله، هنا تتبين الحب ديالكم. واليوم جبت لكم لفيديوهات زوين 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 بزاف، ونتمنى تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم فضلا ليس امرا، ولهلي خطيكم علينا شكرا لكم. هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى فاش تيحب فينا خلقه، شكرا لكم بزاف. ودابا اليوم وصلتني الهديه ديال الوالده ديالي اللي شفتو، اللي مسكينه شرات لي هذا المرفع، حنا تنسميوه المرفع، غير حاجه وحده البنات الصراحه تكفس ليا في الكار. شوف البنات كيردوه، كان المرفع على مزينات الصراحه، واني انا اللي درت الغلط الصراحه، قالت لي الوالده ديالي غلفيه بواحد المنطقه، قلت لي بلاش معليش هادشي ان شاء الله غنحيدو غنمسحو نحكو، الا ما كانش غنعطيه النجار يفيرني، هذا تيبقى سوفونير الوالدة ديالي الله يخليها ليا يا ربي، وهداتو لولادي باش ندير لهم واحد الزربيه، وغنشارك معكم الجلسه ديال الارض او بليجي اي حاجه. وتنشكر راجل اختي حتى هو اللي صراحه ديما تيساندنا، ومشى وصلوا ليا وصيفطوا ليا، ولا هلي خطي علينا الصراحه. واختي حتى هي تبارك الله صيفطات لي واحد الهديه، ها نتوما كانت عطاتها لي مسكينه ونسيتها وصيفطاتها ليا، يا والله يسهل عليها. ها نتوما ها الهديه ديال جمعه اختي المنحفه، والله الا واعره حيت كنت صليت به وبهذا الكسوه، سبحان الله. شوف غير ربي، اقسم بالله ما تعولتش لبس هذا الكسوه، يعني شوف سبحانك ربي العظيم، راه شوف اي حاجه قريبه عند الله، عند الله سبحانه وتعالى، شافتني صليت به في دارها ولبست هذا الكسوه، وشوف ربي سبحان الله هذا لا فيديو لبست هذا الكسوه، شوف ربي والله العظيم حتى شفتو دابا، قالت لي راه غيجي لك معاه. ها انتم البنات شوفوا الملحفه ديالي، هذه صيفطاتها لي اختي جمعه، هذه صيفطاتها ليا وهداتها لي، بغيت ربي يهدي ليها الخير. ها انتم هكا تلبسوا الملحفه البنات، البنات اللي تيقولوا لي اختي سعديه حنا ما عارفينش نلبسوها، تتهزوا هذا الراس مع هكا صافي، وتندير ليه هكا، كاين اللي تيضربوا على جوج، انا تنضربو غير على ثلاثه هكا صافي، وتديروا الملحفه ديالكم. هاي 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 سعديه ولا تحق مولانا. ها انتم تحياتي الناس الصحراء، اهلا وسهلا بكم صافي، وتديروا هكا شوف. ها صافي كاين اللي تيدير ليه غير هكا الصراحه، ها انتم على مزيناتو، ايوا هذا الشيء اللي كاين. وصيفطوا ليا حتى الليمون، واحد الليمون ما عندناش، كاين غير في اكادير، الناس د اكادير غيعرفوا، خليه هذا المرفع هنايا، ها هو باجي تاي هنا صافي. الليم غنوريه لكم، والملحفه ديالي ها هي تتشوفوا، الليمون هو هذا حيت راه درتو مع الديسير، هذا راه ماشي الحامضه البنات، جا واعر البنات، هذا انا راه توهمت عليه على الدراري، واعر هذا ماشي الحامض، هذا الليم، الناس د اكادير غيعرفوه، كاين في اكادير شتو كماسه، ما كاينش مغير سبحان الله العظيم البلاد، ما كاينش شي بلاد اخر مغير هذيك، هذا الليم الليمون ماشي الحامض، وبنين بنين تنحماق عليه، وقلت الراجل اختي عافاك صيفطوا ليا، راه ما عرفت البنات شنو كاين، وحق الله حيت كثرت شويه تشهيت الليمون، قلت ليه صيفطوا ليا، ها هو صيفطوا ليا، وإلا قلت لكم شنو تشهيت وغنشاركها معكم، ما عرفت، المهم دابا وحق الله البنات دعيو معايا باش ما يكون حتى حاجه، المهم انا حيت اللحم ديالي راه صعيبه البنات صراحه، كلشي الناس يقول لك لا اختي سعديه زيدي راكي باقا صغيره، راكي هي صغيره وكلشي، وين البنات حاجه وحده اللي غنقول لكم، وليت تنشها هاد الايامات بزاف باش ما نكذبش عليكم، انا هكا تيبدا اللحم ديالي، هي الله يستر وصافي، الله يحد لباس بارك عليا، دعيو معايا البنات ما يكون والو ان شاء الله. واليوم شنو تشهيت الليمون، تشهيتو جاني من اكادير، اليوم تشهيت القديد، تخيلوا البنات هاد لا فيديو اللي غنشاركو معكم، غنشارك معكم القديد، باش ندير القديد، واش كاين شي واحد
دخلت عليكم بالله حتى يتشهد جديد. انايا تشهيت لك جديد حيت انا في ولادي كامل تشهيت لك جديد، تشهيت الكرداس. المهم دابا تشهيت لك جديد ومشيت البنات ماشي معكازه وحق الله تما تلاقيت الناس الجاليه تبارك الله ما شاء الله. او تنحييكم. دابا البنات ان شاء الله غنغسل يدي وغنجي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال الجديد ديالنا. المهم سعديه دارتها وصافي، ورا قال لي سي ابراهيم الا درتيها غيهرب. البنات خليوها على الله وصافي، الا دار اللي بغى ربي حنا معاه. دابا البنات خديت الجديد شهيت الجديد والله خليها على الله، وادعيو معايا بعدا حتى ربي الا جاب شي حاجه يعطيني شي بنت شي بنوته شي سعديه صغيره شي مشاغيبه. والناس كاين ما بقاش تقولي المشاغيبه، قولي تيتريت نسوس. يعني انا بحال الا قلتي نجمه هي نجوم نجمه ديال سوس. ايوا هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف، انا عارفاكم او جبت التقليه هادشي بزاف البنات، وهادشي كامل اللي غندير راه ما تياكلوه لا ولادي لا راجلي. المهم حتى هو مسكين الله يخليه ليا اي حاجه قلت ليه تشهيتها قال لي هي دابا، قال لي غير ما ديريها. ايوا هادشي اللي قدر الله. دعيو معايا البنات وافرحوا يا البنات وزغرتوا يا البنات. سعديه دارتها هتولد شي بنوته. شوف اللي جاب الله مرحبا، غير هي باش الناس اللي غايقولوا لي لا سعديه شنو فيها. انا عندي العمليات ما بقيتش قاده على اللحم وما بقيتش قاده على الولاده. الله يعطي ربي الصوره مكموله لاي واحد. هادشي اللي كاين البنات. المهم خصكم دارتها ها القديد. شوفوا القديد والله الا مشيت خديت شي 3 كيلو تبارك الله ديال القديد. يعني هذوك الضلوع كاملين خديتهم عند الجزار. ها انتم شوف شوف القديد شوف 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 شو ما شاء الله شوف. ها انتم كل شيء هذا دابا تبارك الله غنشرملو. ها غنشرملو نخليه يبات في الشرميله عادي عاد عندك الحق تنشريه. شوف شوف الفن صافي المليح المليح والله الا احسن قديد واعر واعر. هتشوفوا غندير انا الطريقه ديال الوالده ديالي. يعني درت ثومه، هانتوما درت ثومه شي جوج الريوس وباقي خليت هادو اللحوم فيه. يعني غندير البزار هانتوما صافي بسم الله. البزار غير ديرو راه هادشي كله. شوف غندير واحد الكميه كثيره وغندير شويه ديال الفلفله الحمراء والهريسه باش ني تيجي القديد مدغمر على حقو طريقو. الخرقوم البلدي اوبليجي ضروري، وتديروا الكمون ضروري البنات هانتوما الكمون، وتديروا القزبر حبوب. هذا غنديروا كامل قزبر حبوب ضروري البنات. هو كلشي هو كلشي في القديد الصراحه. وغنديروا الملحه بين هاد الباكيه كاملين يمكن غدا ان شاء الله. المهم غنديروا هذا الخليط مزيان البنات. شوف غندير نص باكيه وغنشوف ان شاء الله يا البنات. شوفوا طريقه القديد، شوفوا هذا القديد راه ما شاء الله ماشي زعما كل واحد وطريقته. ويني هذا واعر طريقه يعني زوينه وواعره. غنديروا فيه شويه زيت البلديه، غندير شويه باش نبنن ياك، وغندير الزيت الزيت الاخرى الزيت الاخرى باش ما يتجمعش عليه هانتوما صافي. غنديروا شويه تما ويا البنات شو تبارك الله. وغتهزوا داك اللحم ما شاء الله، حيت هو هذا اللحم هو اللي غيطلق الماء ديالو. نتوما غنوريكم كيفاش غنرقدو ونوريكم سبحان الله الماء اللي غيطلق. شوف عمروه شوف والله الا حتى هاد الجزار ما شاء الله ما نقولش لك. عطاني واحد القديد المرضي الله يرحمه الدراري اللي معاه واعر الله يعمرها دار الصراحه، تتحيدوا ليها اي حاجه فيه قلبوه ضروري تتقلبوه البنات. شوف صافي تتهزوا القديد ديالكم تدخلوا فيه الملحه وهذيك العطريه والله ما شهيتكم. راسي عادية دارتها ما يمكنش حيت انا فاش تنكون تنتوحم انا تنتشهى على راسي الصراحه. هاد الله كذبش عليكم انا اللحم ديالي صعيب واني له لا يديرها. المهم هاد يومين غنمشي للطبيب ونشوف اشنو كاين. المهم ناكل القديد بعدا نتفشى شويه على السي ابراهيم باش تنطلع عليه لا طونسيون. المهم تسناو تسناو البنات عاد تسناو المفاجات وغندير فيه ان شاء الله شي مقالب فنين. ندير ليه السكر بحال اللي درت المقلب لاحمد كلشي هاجمني. عطيه شي كلمه احمد. السلام عليكم متتبعين كدايرين اش كتعاودوا؟ ان شاء الله راه نرجع لها المقلب اصبروا. الناس عيطوا لي في الواتساب وتحياتي خالتي الحاجه الريفيه قالت لك غاتعاونك ياك خالتي الحاجه بغيتي فيا خدمه. والبنات كاملين الصراحه قالوا لي غنردوها لك غنعاونوا احمد ولدنا. ايه احمد عندك الزهره هاي 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 نديرو لك مقلب ما كاينش. واشنو في نظرك نزيدك شي بنوته؟
لا لا فارق بحال امير هنهرب. اولي على تهرب؟ لا 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 بالعكس، شي بنيته بحال لا لا ماماك صداع فارق مصداع صافي. اولي على الصداع. ويلي 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 المتبعين اش قال هذا؟ قلتي على قد راسك سيدي احمد. لا بارك انا اخويا بغيت البنت. الله يجعل البركة. غير انا مشكله ما عنديش الحق، مازال مسكينه ما نعرف. المهم اللي يبغى ربي حنا معاه، ما غنتعدو صراحه ما غن. لا لا صافي بارك زعما داكشي ديال الله، كلشي ديال الله. بركه بركه. ودابا نفرجك اوليدي، شوف بغيتي ديري فرقه ديال الكوره. تبارك الله ما شاء الله، الله يعطيك خمسه وخميسه وليدي. ويلي 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 انا درت القديد تشهيت عليك، ما تعرفش تجي شي بنوته فنة بحال هاد القديد الا مليح. صافي شوف البنات، شوف والله الا القديد واعر واعر واعر. ودابا ان شاء الله البنات هاد العطريه كلشي غدخل فيه. شوف 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 كيفاش، شوف وريهم احمد وريهم. شوف شوف تبارك الله، الا قلت لك القديد القديد على حقه وطريقه، يا ربي تكون غير الشميشه باش يتشمش ليا. المهم هذا دابا راه غيبات في الثلاجه نهار حتى الغد ليه عاد ننشرو، وان شاء الله يا ربي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي تندير معكم. شوفوا غنزيدوا شويه الملحه، ما سخيتش حيت هو خصو الملحه فهمتوا. وهذه الملحه شتها بحال شاش شاش، غير هو فاش يكون يابس غسلوه بالماء سخون. راه فاش تغسلوا القديد ديالكم بالماء سخون راه تبارك الله راه ما بقات تكون فيه لا الملح لا والو. ايوا نشهيكم يا المتبعين وندير معكم الطواجين ديال القديد وندير معكم السكسو. اي 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 شش شش صافي. دابا شنو غندير ليه؟ ندير ليه السلوفان. شتو راه كلشي على هذا القديد احمد. شوف شوف وريهم القصريه ديال اختهم سعديه شاني علاش توحمت. ودعيو معايا البنات ان شاء الله ما يكون والو، المهم كلشي ديال الله. المهم انا نتفشش شويه دابا على السي ابراهيم ونخرجها منو. وراه والله ما تنكذب عليكم البنات، عندكم صحابكم زعما راه تنكذب ولا ندير مقلاب ولا. المهم اختكم في الخطر. صافي هذا هو القديد ديالنا ان شاء الله، هذه الطريقه اللي شاركت معكم. دابا غندير ليه السلوفان وهاد التقليه ان شاء الله غنغسلها. شوف 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 والله ما شهيتكم على واحد الدواره غنغسلها مزيان. انا البنات راه ما تنحيدش لي هادو، ما تنحمش هذيك اللي تتقشر صراحه، هذه لا ما تنحيدهاش. شتي هذه بالتقليه حتى هي تشهيتها، جبت كيلو غنضرب فيها ونشارك معكم ان شاء الله. شتي فاش غنطيبها والله تنشاركها معكم. يلا البنات انا غسلت يدي ونرجع معكم، حيت اليوم شنو غندير الدراري؟ طاجين ديال الكفته اليوم البساطه. شتي البنات تبارك الله هذا الغداء اليوم غنشارك معكم داكشي البساطه مع اختكم سعديه شانيل. غندير طاجين ديال لاصوص بالكفته غير الدراري صراحه الله، حيت يلا جايين نيت من السبور. صافي غنعطيهم يتغداو غير احمد ووالد ومحمد. صافي شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار شويه ديال الكمون. صافي تديروا شويه التحميره الفلفله الحمراء. انا راهي تدي شويه ديال الخرقوم تيعجبني. وصافي البلدي مطحون على اليد زوين الوليد الصراحه. وغندير واحد شويه ديال السكنجبير. انا تنخلص العطريه كلشي باش تيجي داكشي بنين على حقو طريقو. التحميره عندي هنايا مازال ما درتهاش فشي حاجه. صافي اليوم هادشي البساطه للحد باش غدا ان شاء الله نحط لكم هذا الفيديو باذن الله. صافي حتى غدا ان شاء الله ندير لكم الروتين جديد مع كنت عليا هذا الزعتر طايطيب يطيب الطاجين ديالنا ان شاء الله. ديروا الثومه لاصوص انا تنستعمل غير داك السوليس البنات. صافي وندير لهم الطاجين ديال الكفته على حقو طريقو. وغنجيب شويه ديال الربيع درت ليه الثومه مزيان الزيت البلديه. غنخليو لاصوص ديالنا ان شاء الله حتى طيب على حقها طريقه وتتجي على مزيناتها. والله العظيم شي حاجه خفيفه ظريفه، مايمكنش انسان ديما ديما تما راه غيشرب بلا وقت والله الا. وتبارك الله على الناس اللي كتبوها ليا قال لي سعدي ما بقاش تضربي تما بزاف، ديري حاجه بحاجه. والله البنات الا غنقول لك الله يسهل لينا فريوسنا. وصافي انا نجيب الربيع في الكونجيلاتور ونديرو ونرجع معكم. المتبعين العزاز ديالنا تبارك الله ما شاء الله الغداء الغداء بسيط وزوين. ها انتم البنات طحنت درت لينا حتى العصير ديال الفريز. انتم طحنت واحد الكاس العصير البنات وطحنته باللبن تيجي تيحمق البنات والله العظيم زوين 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 بزاف. وغتشوفوا الطاجين ديالي يعني الغداء بسيط يعني البنات غتخرجوا الغداء في اي حاجه. ها انتم جيت تشوفوا الطاجين بلا الصوص وفاش تطيب الكفته ديالنا. ها انتم تتشوفوا لاصوص على حقه وطريقه وبالزيت البلديه. وتنهرس عليها واحد جوج بيضات يعني هذا الفلوق ديالي هو هذا البنات ما شاء الله. ما شهيتكم الصراحه يعني انسان يدير اللي كان بحال البارح كلينا ما كلينا
في برا يعني شويت لهم الكفته وديتها في لابيسين مع الدراري كلينا انا وياهم. وهنا ما عجنتش البنات اليوم باش نجيكم النيشان وتنهدي لكم هذا الورد من اعماق قلبي. درت زويتينات شريت الزيتون بلدي وشريت هذا ودابا غنخوي لهم كاس العصير. ها هو تتشوفوا يعني داك الشيء من الكاس للكاس البنات، ها انتم تتشوفوا بسم الله صافي تتعمروا الكيسان تيجي هذا الكاس ما شهيتكم. ها الغداء زوين وبالفريز الوليدات صافي باش ان شاء الله غنخرج دابا غنكمل اغراضي انا والدراري صافي نساليو عليهم هي الغدا ديالهم صافي هذا الشيء اللي كاين. ودابا غنعمر الفريز وهذا الورد البنات تنهديه لكم من القلب للقلب. دابا غنخرج ان شاء الله قبل ما نخرج غنكمل معكم لا فيديو غنوريكم فين غنمشي انا والسي ابراهيم غنمشي هاد العشيه باش حيت عندي هي الحد الا ما قضيتش بزاف د الحوايج راه ما غيتقداوش صراحه الله. سي والده شنو قلتي في الغداء؟ شوف بارك الله زوين ها يعني الغداء بسيط وزوين ها نتوما والخبز هما باغيين اليوم الحد قلنا الحد ما يمكنش غنعشن حيت خصني نرتاح صراحه. الغداء ديالهم تغداو عاد غنجمع الكوزينه حتى الكوزينه ما نجمعهاش دابا حتى الليل دابا غيتغداو وغنمشي بحالاتي نخرج يلاه. نتمنى ما تزابيوش ونتمنى تشجعوني وتصوروا من لا فيديو ديما من الاول حتى الاخر وتبارك الله عليكم ولا هنا خطيكم عليا يا اعز المتبعين ديالي صراحة الله. شو رابا تنمير تنوني سوسيين حين احتلام ايوز النوع دارو ثمتون سعدية شانين اركن تحييح ميدن كل اللي تنين ارى من سكر ايوز نم سعدية تزيد القدام ان شاء الله له ليخ اكون يصبح ربي اكون يحفظ ربي تزيد مريض تزيد مثل القدام ان شاء الله اداوني في ربي الخير ايوتم ان شاء الله تعليقاتكم الزوينه كلشي فولكين. المهم سعديه نتا تايا ايس فولكي ربي ليا منون يلاه هادو شفتو مسح الثمانين ابقي حتى ثمانين ريح.